মুস্তাকিম বিল্লাহ, পরবর্তী প্রতিযোগী মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا وأنتم آباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله। এবারের প্রতিযোগী